اهلا وسهلا بكم تطبيق قناة شوف في هذا المباشر الجديد من مدينة في الدار البيضاء وبالضبط من امام مسجد الحسن الثاني سوف تشوف تشوفوا معنا هذه الاجواء الساحرة والهادئة التعافة محيط مسجد الحسن الثاني قبيل صلاة الفجر صلاة الفجر للأول يوم من شهر رمضان المبارك الفضيل جدا تتبع قناة شوف تي في اللي في اللحظات هذا مباشر من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من أمام أكبر معلمة دينية في مدينة الدار البيضاء وفي المغرب اللي هي مسجد الحسن الثاني وكيف تشوفوا معنا هاد الأجواء الساحرة والهادئة اللي تعرفها محيط مسجد الحسن الثاني قبيلة صلاة الفجر هذا فجر أول يوم من أيام هذا الشهر المبارك الفضيل شهر الرحمة والمغفرة والتوبة والغفران اللي هو شهر رمضان المبارك الكريم الله يدخلو علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الرازق والعافية والتيسير إذن تطبيق قناة شوف تيفي في هاد اللحظات محيط مسجد الحسن الثاني تعرف أجواء هادئة وساحرة وتوافد ديال المصلين على مسجد قبيلة صلاة الفجر فجر ديال اليوم ديال أول يوم من أيام هاد الشهر المبارك الفضيل شهر رمضان اللي هو شهر المغفرة والتوبة ونتمنى من الله ان هذا يدخل عندنا بالصحه والسلامه ورزق وتيسير بجميع المتمنيات ديال جميع الناس ان شاء الله إذن متتبعي قناة شوف تيفي معنا في مباشر مدينة سلطان البيضاء وبالضبط من امام اهم معلمة دينية اللي هي مسجد الحسن الثاني للقناة لكم في هذا المباشر الاجواء الهادئة والساحرة انتعافها محيط مسجد الحسن الثاني قبيلة صلاة الفجر اذا متتبعي قناة شوف الى هنا استودعكم الله والى اللقاء في مباشر اخر ان شاء الله